منين هبط حتى خوتي حدا العساس قال لي شنو، قلت له خوتي راه ما بغاش هاد السيد هذا يتفك معاه هاك. بقيت قاعد حدا العساس، دارت 12 دخلت في حالتي للدار. 7:30 ديال الصباح اخوتي هزيت حويجاتي، بدلت حويجاتي، طلعت باش نكمل داكشي اللي عندي في الكراج، باش نصبغ الكراج ديالي من الباب اللي على برا. فعلا قبلت الصباغه، قبلت المسائل، بقيت تنصبغ اخوتي في داك الكراج ديالي من هنا طن 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 طن. اذن باش غدا ان شاء الله نحل نترزق الله على راسي. فعلا جات العشيه، جا المعلم قال لي تبارك الله عليك راك قديتي هذا الشيء هذا، ويلا نوصلك. وصلني جيت باب درعين، انا دزت على باب درعين تما تيز، هما يقولوا لي عباد الله السلام عليكم يا فلان كي داير بخير، ما خبركش طحت شي روح ما روح انا روح. قال لي راه لقاو فلانة راه ميتة، ما ميتة اش نقول لكم اخوتي، بحال اللي خوتي عليا الجير. علاش؟ حيت انا عارفين اخوتي، انا الفلطة الوحيدة اللي درت باش ندخلوا الفكرة، باش نقول لكم تبعوا معايا القصة. هذيك الفلطة اللي درت انا هي من هزيتها باب الدرب وحطيتها حدا داك السيد مول الجزار، وعاوتاني الفلطة الثانية اللي درت هي فين دخلت لعندو باش نهضر معاه، والفلطة الثالثة هي فين مشيت عند الجزار غسلت رجلي. تبعوا معايا اخوتي القصة. تميت جاي مخلوع، جيت للدار قال لي خويا واش ديك الوقيته نتاع 12 اللي حليت لك الباب دخلتي؟ قلت له راك شتي اخويا راه حليت لي الباب دخلت نعس الصباح راه مشيت للخدمه. ما كملتش تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى نسمع الدقال في سميتو في الباب طان 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 طان. حلت الوالده تنتفاجئ بالبوليس داو دخلوا علينا للدار. السلام عليكم يونس صباح بخير لاباس هانيه يلا معنا واحد شي شويه وتعاود ترجع عند الوالده. قلت له علاش غنمشي معاك انا، شنو داير باش غنمشي معاك؟ قال لي لا غير غتشهد واحد الشهاده وغتعاود تولي في حالتك. قلت له نمشي معاك. فعلا ملي مشينا للكوميساريه دخلوني عند واحد الكوميسير لا داكين الاسماء ديالهم كاملين. فعلا دخلوني قال لي اسمع ولدي غتقولنا دابا شنو كاين، وانت تقولنا اللي كاين وغتمشي في حالاتك. انا خوتي هنا فين غندير الفالطه هنا بحال اللي ما فهمتش. قلت له واخا نقول لك شنو كاين. قال لي احكي لنا شنو وقع. قلت له انا راه شنو كنت في الخدمه، جيت لهنا درت خرجت من الدار بقيت تنكمي الحشيش، درت 12 دخلت في حالاتي. قال له ماذا تيكذب هنا؟ انا ما عرفتش اخوتي بالله راه طلع العساس وعاود لهم، ماشي العساس اللي قال لي فكو، العساس اللي حدا داك الدرب قال لهم بالله راه جا فلان ودخل وغسل رجلو وخرج معاياش مع 12. فهموني دابا اخوتي القصه. قال لهم تيكذب، بقاو تيضربوني، بقيت شاد في الهضره ديالي. علاش سديت في الهضره؟ هذاك خويا وصاحبي ودحومتي ما جاش باش غنقدر نقول لهم راه فلان ولا فلان ولا قلت زعما ايفيتي هذا الشيء هذا كامل باش نبقى انا وداك السيد بخير، حيت الحبس يدوز وبزاف د الحوايج ما قدر يدوز حبسو وخرج ويبقى يدير فيك شي الشوفات اللي فعلا اخوتي اعتقلونا في السجن. شنو دايرين اخوتي في الطوسي؟ دايرين القتل عمدا، تشويه جثة، إخفاء الجثة، والسكر العلني والإغتصاب، بحال الفصل ديال المؤبد. تنقول أنا ما قاتلش، ما داير حتى شي حاجة، ما عارفش حتى شكون، ما فهمتي، ما بغيتش نبوح، حيت عطيتي أقوال ديالك النوبة الأولى، ما يمكنلكش تدور في الأقوال ديالك النوبة الثانية. فعلا الخوت. المهم بقينا في السجن، اللي تيقول لك اللي سولناه تنقول له خويا شنو غيديروا معاه؟ تيقول لك لا داروا معاك المزيان راه يعطيوك 30 سنة. تسمع 30 سنة بحال إذا تخوي عليا الجير، ما تناكل ما تنشرب ما والو. فعلا حنا في السجن دخلت الأخت ديالي، دارت لي المحامي، تعاودت الخبرة الطبية
قلت لهم غندير خبره طبيه على يد المخزن وكذا، وهادي طلبوا بالخبره الطبيه تيتفاجئوا لقاوها سكته قلبيه قوه الشراب اللي كانت شاربه، حيت واحد البلاصه فين دخلوا هما كاينه واحد الحفره تقريبا ديال القادوس لونغار سي 60 سنتيم محفوره، وهما قاعدين حداها. السيده من قلت ربما انا العلم لله اخوتي ما عرفت حتى شي حاجه، من تتسولوا تيقولك انا مشيت في حالاتي ما فهمتش. المهم جات المحكمه قال لك فلان بالفلان، وقفنا حنا والضحيه داك صاحبي بقى تيهضر معنا الرئيس تيناديو على الشهود، ملي ناداو على الشهود شكون اللي تنصيفطوا لي الله سبحانه الا هو، هو داك الجزار مول الثلاجه اللي جات باش تشعلها. قال له تي شنو شتي نتايا اللي، قال له تي جيت باش نشعل الماكينه ديال الثلاجه خليتها طافيه لقيتها تسخس هذا وتسخس وهاد المراه. قلت لهم حيدوا لي من هنا، بقى تتزايد معايا في الهضره. حليت الباب ديال شعل الثلاجه زدت في حالاتي. قال لهم ملي تمي دايز لقيت يونس شاعل كارو تيتكيف قدام الضرب ديالو، هذا الشاهد الاول. جا العساس في الشهاده الثانيه قال له ودي شنو شتي؟ قال له ودي كنت قاعد تدخل هذا السيد هذا وهذا السيد هذا الدرب هذا، وجا يونس ودخل وخرج وغسل رجلو ومشى في حالته. قال له الرئيس شحال في الساعه تكون ديك الساعه؟ قال له 12. قال له واخا وزيد كمل. قال له دارت الوحده عاود طليت على هاد السيده لقيتهم هما تيشربوا تيضحكوا. قال له اسمع، قال له الرئيس بلا ما تبقى تقول لي هذه الوحده هذه، قال له اخر خطره غتشوف الضحيه. قال له اخر خطره مع الربعه ونص دخلت ما لقيتش هاد السيد ولقيت السيده محشيه ديك الحفره. انا خوتي تبريت من الروح. فهمتي انا ما بقيتش مسؤول، انا مشيت مع 12 والروح طاحت مع الربعة الصباح، اذن ما بقاش عندي انا حتى شي دخل في الروح. فعلا جا الشاهد الاخر ها شنو كاين ها شنو كاين. المهم الرئيس قالك مداولة اخر جلسة. فعلا مع اختي مسكينة دارت مشات دارت الطوبسي ودارت جمعات الوراق جمعات مسائل تشوف خوتها قلت تقول لي واش كنت تنقول لاختي راه ما داير حتى شي حاجة، وراكم عارفين حس الاخوة كي داير على العمر ديالها تعطيه لك في ديك اللحظه، حيت انا ما دير حتى شي حاجه كنت داير شي حاجه غنقول لاختي راني داير. فعلا جمعت لنا داك الشيء جات لنا اوراق عطاتهم للرئيس المحامي تيقول له ودي شنو شنو. ملي تنهضر مع السيد مع هذيك السيده خوتي اش نقول لكم، انا كنت سكرانه بزاف واللي نويت انايا هي ديك السيده مع ديك الحفره اونفاس معاها. قلت انا يا السيده بغات تنوض شدات الطياره طاحت في ديك البلاصه ما لقاتش اللي ينقدها ولا فهمتي يهزها ولا هادي سكتة قلبيه بقوه الشراب اخوتي. وقالوا لنا البوليس بلا قبضتوها ودفنتوها ودرتو لها. انا اخوتي ما دايرينش هادشي هذا كاع بصفه نهائيه، ما عنديش علاقه انا كاع، ما حاضر ما شايف ما حتى شي حاجه. راكم عارفين متى تطيح البقره تيقواو الجناوه اخوتي. فعلا دزنا عند الرئيس قالك حكمت المحكمه حضوريا على المتهم فلان حيده يونس وفلان وفلان، تتبرئ اكل المحكمه من لقط العمدان وتشويه لقط العمدان وتشويه الجثه واخفاء الجثه وتطبق عليك عدم التبليغ. عندك سند الحبس شي جنان نافذه. ودار عند الصديق ديالي قال له المحكمه تتبرئك من لقط العمدان تشوي الجثه واخفاء الجثه تطبق عليك السكر العلني والاغتصاب عندك 4 سنوات نافذه. خوتي هادشي اللي بغيت نقول لكم انايا داز عليا، وباش بنادم يسمع الروح راه لا اله الا الله محمد رسول الله بهذاك الشعور اللي تيحس به الانسان. فهمتوني اخوتي دابا اللي بغيت نقول لكم اخوتي وتنصحكم الشباب عافاك ما تطيحوش بحال هادشي هذا، واللي عنده شي مهمه يتهلا فيها اخوتي. الدنيا والزمان هذا ما عرفنا شكون السابق. وتنشكركم اخوتي ان شاء الله نحكيو عاوتاني قصه مور هاد القصه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
معكم خوكم حيدا، وما تنساوناش بالابوني ولي جيم، وتصلاو في الوالدين اخوتي، تصلاو في الوالدين، راه هما الاساس، راه داك الجنه تحت اقدام الوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.